بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. سلام الله عليكم احبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوح 1981 فول 2. اريد صراحة في هذا الفيديو ان اشارك معكم تطبيق مميز ورائع جدا يجب ان تتوفر على هاتفك اذا كنت تريد سرعة الانترنت اكبر، واذا كنت تريد رفع اشارة الواي فاي على هاتفك بشكل اكبر. هذا التطبيق بعد ان تشاهد يعني تقييمه وتعليق الناس في بلاي ستور، وبعد ان تشاهد بطبيعة الحال الفرق قبل وبعد يعني استعمالي على هاتفي، يعني بحيث انني سوف اقوم بقياس سرعة التحميل والرفع قبل استعمال التطبيق وبعد استعمال التطبيق لمشاهدة الفرق، بالتأكيد يعني لن تتردد في استعماله ايضا على هاتفك، وسوف تشاهد بطبيعة الحال الفرق كبير وكبير جدا. بالمناسبة فهو يشتغل على مثلا عندما تتصل بشبكة عادية عبر الواي فاي، وايضا عندما تتصل ب 4G او 3G يعني على هاتفك، فكلا الحالتين يشتغل عليهما التطبيق. اولا قبل ان اقوم باستعماله سوف اقوم بقياس سرعة الانترنت على هاتفي لكي تشاهدون الفرق قبل وبعد يعني استعمال التطبيق. فسوف اضغط هنا وانتظر لحين ما يتم يعني قياس سرعة الانترنت على هاتفي، ولاحظوا معي الفرق احبابي في الله. الحين تصل الى تقريبا 47 46 علي، ننتظر قليلا لحين ما نشاهد. ف 47 ميجا بايت في الثانية، اصلا عندي في العقد ان استفيد من سرعة انترنت 50 ميجا بايت في الثانية، لكن يعني في سرعة التحميل لدي الحين يعني 47 ميجا بايت في الثانية، وايضا سرعة الرفع 5 ميجا بايت في الثانية احبابي في الله. الحين سوف اقوم ب استعمال التطبيق، لاحظوا معي هذا التطبيق الذي سوف تجده رابط اسفل الفيديو، وسوف تقوم بفتحه فقط وتنتظرون حين يتم التعرف على نوع اتصالك، يعني على نوع اتصالك بالانترنت على هاتفك، سواء كما ذكرت يعني بشبكة عادية او يعني عبر 4G او 3G، ثم تنتظر لحين ما تنبثق لك نافذة. الحين خلاص التطبيق سوف يقوم بعمله، تقوم فقط بالضغط على هذا الخيار وتقوم بالخروج من التطبيق احبابي في الله. طيب بعد ان قمنا بالخروج من التطبيق فسوف اقوم مرة اخرى يعني الخروج من التطبيق، لكن يقوم الحين بوظيفته. طبعا يعني بعد ان قمنا باستعمال التطبيق الحين سوف اقوم بقياس سرعة الانترنت مرة اخرى. لاحظوا معي في سرعة التحميل 47.86 ميجا بايت في الثانية، اصلا علي ان استفيد من 50 ميجا بايت في الثانية على الشبكة التي اتوفر عليها، يعني من خلال العقد الذي بيني وبين هذه الشركة. سوف الحين اقوم ب يعني قياس سرعة الانترنت بعد ان استعملنا التطبيق الحين، وشاهدوا معي الفرق قبل وبعد استعمال التطبيق احبابي في الله. سوف تشاهد يعني فرق كبير وكبير جدا، لاحظوا معي 49 50 ميجا بايت في الثانية احبابي في الله، كما سوف تشاهدون لاحظوا معي الفرق يعني 47 الى يعني 50 ميجا بايت في الثانية. بالتالي هذا التطبيق اعطاني يعني سرعة الانترنت التي انا شخصيا يعني اصلا علي ان استفيد منها يعني في هاتفي. ولاحظوا معي بانه في سرعة الرفع رفعت قليلا يعني قليلا، كانت 5 الحين 5.9. بالتالي وفاه تطبيق رائع جدا وسوف يفيدك بشكل كبير. انا شخصيا اتوفر على شبكة جيدة، بالتالي لم تشاهدون فرق كبير، يعني تقريبا قام بازدياد يعني برفع تقريبا 4 ميجا بايت في الثانية، حيث كانت 47 الحين 50 ميجا بايت في الثانية، فهو الحد الأقصى الذي سوف أستفيد منه أنا شخصيا. فإذا كانت لديك شبكة أنت في هاتفك فسوف تشاهد فرق كبير وكبير بعد استعمال التطبيق. مثلا إذا كانت لديك يعني 3 ميجا بايت في الثانية في التحميل سوف تشاهد بأنك سوف تستفيد إلى غاية تقريبا 10 أو أكثر. فجرب التطبيق وشاهدوا تقييمه، ويعني صراحة ورائع 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 جدا، أدعوك لتجربته إذا كنت تريد الاستفادة من سرعة الانترنت على الهاتف أحباب في الله. أراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة، إذا استفدت لا تنسى الضغط على اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك حتى يستفيد الجميع، وأيضا زيارتنا دائما على موقعنا www.5.com للمرة صحتها على الفيسبوك facebook.com/1981fall. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.